سلام المسيح. بالنسبة للسؤال عن الكوردز اللي بتتلعب على العود، والكورد يعني لما نلعب أكثر من نوتة موسيقية بنفس الوقت، فهل هذا اسمه كورد؟ أكثر من نوتة موسيقية طبعا هذا مش كورد، ولو كان كورد رح يكون اسمه مختلف شوي. بس الكوردات العامة هي النوتة الأولى والثالثة والخامسة من السكيل أو المقام. فلو إحنا مثلا ناخذ سي ماينر أو دو مينور، والسكيل السي ماينر عملناها من قبل لكن راجع عليها شوية، سي دي إي فلات إف جي إي فلات بي سي. ممكن الرجوع يكون فلات في البي. الكورد بيكون النوت الأولى والثالثة والخامسة، سي دي ما بنلعب الدي، سي دي إي إف جي، سي سي إي دي سي إي جي سي جي. ولو عندنا نفس الكورد ابتداء على الفا إف أي سي، طبعا الأي بتكون فلات لأنه إحنا في الماينر في النهاوند، F minor أو C minor برضو الإي فلات. والأغلب استعمال النوتة في الكورد بتكون النوتة الأولى والرابعة والخامسة. فلو إحنا في C D E F عملنا C و F، النوتة الخامسة بتكون G. ممكن أعمل كورد مختصر، أقصد مختصر يعني مش فول كورد، مش كورد كامل، بلعب نوتة الجي ونوتة ال الجي والبي والدي، بس أنا بإصبع واحد ماسك الجي والبي وبلعب الثلاث أوتار. فالكوردز اللي عندنا سي والإف والدي والجي والسي. مثلا أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع سي، أحبك ربي دي جي يسوع. أليس لي سواك؟ هون بلعب سي 7 أو ممكن ألعب الميجر، سي ميجر يعني السي ميجر يعني الإي بتكون بدل ما تكون نص بتصير إي عادية عشان ياخدني على الإف، فبتصير سي. في أكثر بتبين يمكن أوضح في الترنيمة نفسها. وليس لي سواك أتبعك ربا دوما، أتبعك بكثير رجوع، أسبح اسمك القدوس. وليس لي أتبعك بلا رجوع، أسبح اسمك القدوس.